أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لمناقشة الوضع الصحي في البلاد وتداعيات عودة الأمراض والأوبئة التي سبق وأن تخلصت منها اليمن منذ زمن طويل. عام ونصف منذ سيطرة الميليشيا على السلطة عادت فيها اليمن سنوات إلى الوراء، فعادت الأمراض والأوبئة التي كانت جزءا من الماضي البعيد، هكذا أصبح واقع الحال، وهذا ما تؤكده التقارير والمنظمات الدولية، وأولها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، والتي أكدت أنه تم رصد حالات إصابة بمرض الكوليرا في صنعاء ومحافظة تعز. الكوليرا ليس الوباء الوحيد الذي عاود انتشاره في اليمن، بل هو أحد الأمراض التي صارت تفتك باليمنيين جنبا إلى جنب مع الحرب. فبحسب المتحدث باسم اليونيسف، توفي أكثر من 10,000 طفل خلال سنة ونصف بأمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال والالتهاب الرئوي بسبب تدهور الخدمات الصحية. إذن هي كارثة تعاني منها اليمن، كارثة وضعت الناس في طريق وحيد لا يقود إلى الموت لا يقود إلا إلى الموت، وإن تعددت واختلفت الأسباب والوسائل، وأولها غياب الخدمات الصحية والدور الفاعل للمنظمات الدولية وعودة الأمراض والأوبئة. سنناقشها في محورين: ما هي الأسباب وراء عودة الأمراض والأوبئة إلى اليمن؟ كيف يمكن التصدي لهذه الكارثة التي ضاعفت من معاناة اليمنيين؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تقتطع الأمراض نصيبها من واقع تتخطفه الحرب فتتمادى لتتسع دائرتها كلما تضاءلت أو تلاشت الخدمات الصحية. وعلى مقاس الاقتتال ترتاد الأمراض بأنواعها أجساد اليمنيين المثقلة بأوجاع وتداعيات الصراع فتضاعف من معاناتهم. هنا حيث تتجاور أمراض مزمنة يشح علاجها بسبب الظروف الاقتصادية، مع أمراض جلدية تستفحل على أبدان الناس ترافقهما أمراض أخرى تسكن الجهاز الهضمي، وجميعها تتفحص بلهفة عيوب حياتهم البائسة. تقول اليونيسف إنه تم رصد حالات جديدة مصابة بمرض الكوليرا في العاصمة صنعاء وتعز. وأكدت المنظمة الدولية للطفولة أنها تقوم مع منظمة الصحة العالمية ببذل جهود على مدار الساعة لاحتواء انتشار هذا المرض. يعد الكوليرا وباء معديا تسببه الجراثيم عبر الطعام والمياه الملوثة، وتؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم معالجتها بسرعة. ليست الكوليرا هي العدوى الحادة الوحيدة التي زحفت على اليمنيين على مرأى من المنظمات الإنسانية الدولية بعد اختفائها منذ سنوات، فقد تباينت مسميات الأمراض وتعددت بفعل الحرب الدائرة، بينما شحت الأدوية وعجز القطاع الصحي عن تغطية المصابين خاصة في مدن ومناطق الحرب. ظهرت حمى الضنك وفاضت المستشفيات والمقابر بالضحايا، وكذلك الجرب انتشر في محافظات بعينها كعمران وأبين وغيرها من المحافظات، كما عاد شلل الأطفال إلى الواجهة بعد توقف حملات التحصين. اليونيسف وعلى لسان المتحدث باسمها كريستوف بوليراك قال إنه خلال السنة والنصف الماضية وحدها وبسبب تدهور الخدمات الصحية في اليمن توفي أكثر من 10,000 طفل جراء أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال والالتهاب الرئوي. يحدث هذا فيما تغيب وزارة الصحة المسؤولة عن أرواح الملايين وتحضر فقط في شاشات الفضائيات وعلى صدر الصحف والوكالات، تتعذر بالحرب ونقص التمويل وافتقارها للإمكانات. أما الناس في الداخل فليس عليهم سوى الاعتياد على الموت برصاصة أو قذيفة قاتل أو مرض يشهدونه داخل مدنهم ومناطقهم كل يوم، فمنهم من يحالفه الحظ بالنجاة ومنهم من يغادر الحياة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. إذن هي كارثة إنسانية ربما تطال الآن العديد من المحافظات في اليمن، كما كان آخر تقرير اليونيسف الذي توفى خلاله أكثر من 10,000 طفل في اليمن بسبب أمراض ربما لو تم الوقاية منها لما حدثت فيها هذه المشاكل ولما توفي فيها ما يقارب هذا العدد الكبير في اليمن، كمرض سوء التغذية، مرض الكوليرا، الإسهال، الالتهاب الرئوي، أمراض ربما انتشرت بسبب الآن الإهمال الصحي الكبير الذي حصل في البلاد منذ أن أسقطت ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع للدولة. مشاهدينا الكرام، إذن قبل أن نرحب بضيوفي في هذه الحلقة سيكون معنا نائب وزير الصحة الدكتور عبد الله الدحان، وأيضا سيكون معنا المتحدث باسم اليونيسف من صنعاء محمد الأسعدي،
وكذلك سيكون معنا أيضا شادول اللي هو الدكتور أحمد شادول من القاهرة. إذا أبدأ مع الدكتور عبد الله الدحال. مساء الخير دكتور. أهلا مساء النور. أهلا ومرحبا بك دكتور. ربما إلى جانب الوضع الصحي والمتردي والوضع في اليمن الآن كارثة جديدة، كارثة صحية، مرض الكوليرا بدأ ينتشر بعد أن كان اليمنيون قد ودعوه في ربما زمن طويل ولم يعني الآن يظهر من جديد. دوركم الآن وزارة الصحة، ما هي الوسائل، ما هي الدور الذي ممكن تقومون به لي يعني إيقاف هذا المرض من انتشاره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر لكم مجددا اهتمامكم بقضايا الصحة في بلادنا، وهذا ليس بغريب على قناة مثل قناة بلقيس. وبالنسبة لسؤالك أخي الكريم، الكوليرا كما تعلم هي من الأمراض القاتلة التي إذا أصابت منطقة من المناطق تؤدي إلى وفاة الكثيرين من المصابين بها. وللأسف الشديد كما أشرت في سؤالك بأننا كنا في اليمن قد تجاوزنا فعلا موضوع الكوليرا، لكنها بسبب سوء الأوضاع البيئية تعاني منها البلاد جراء الحرب الدامية الجارية في بلادنا وانتشارها في دول أفريقية مجاورة لنا، فهي منتشرة في دول القرن الأفريقي وصولا إلى السودان الشقيق، لكن بعض الدول احتوت هذا الداء وعملت على الحد من آثاره. ونحن نسعى الآن للقيام بدورنا بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمة الصحة العالمية التي لا تألو جهدا في تقديم الدعم والعون لنا في مواجهة الكثير من الأمراض المعدية والبرامج الصحية القائمة في البلاد. نحن الآن بصدد حصر الحالات ومعرفة الخارطة الجغرافية لانتشار هذا المرض، ولدينا الآن بعض الإحصائيات والمعلومات من أن هناك حالات بدأت تظهر في صنعاء وفي تعز وفي بعض المناطق الأخرى. ليس لدينا إحصائية كاملة حتى الآن عن العدد، ولكن ما لدينا من معلومات يشير إلى أن عدد الحالات المصابة حتى الآن عدد قليل، ونعمل أن ننجح في احتواء هذه المشكلة الصحية بسرعة وبخسائر قليلة بإذن الله. نعم دكتور عبد الله، لا شك أن الآن يعني انتشار المرض المبدأ بصورة واضحة في صنعاء التي تخضع لسيطرة الميليشيا. أنتم الآن كجهة رسمية وكحكومة شرعية في وزارة الصحة، يعني كيف ستتعاملون مثلا في هذه المناطق التي خاضعة لسيطرة الميليشيا من أجل تفادي هذه الأوبئة والأمراض؟ نعم، نحن كوزارة الصحة وفي إطار الحكومة اليمنية نعمل على أن نقوم بواجباتنا ومهامنا في كل الأرض اليمنية بغض النظر عن السلطة التي تدير هذه المنطقة أو تلك، كون مهمتنا في الأساس مهمة مهنية تستهدف حماية أبناء شعبنا من أي داء أو مشكلة صحية. ونتواصل مع المؤسسات والإدارات والمكاتب المعنية في الوزارة بما فيها مكاتب الصحة في المحافظات ممن يمكن أن يقوموا بالعمل التنفيذي على الأرض لمواجهة أي كارثة صحية أو أي انتشار لأي مرض لا سمح الله قد يؤدي بالأذى أو الضرر على أي مواطن من مواطنينا. نعم دكتور، أفهم من كلامك أنه لا زال الآن لديكم في وزارة الصحة تواصل مع يعني مندوبين لكم مثلا في صنعاء في المحافظات التي تخضع سيطرة الميليشيا، أم هناك ربما قطيعة وعدم تواصل مع من لا زالوا يعملون في إطار وزارة الصحة في هذه المحافظات؟ لا، لدينا تواصل مع الكثيرين منهم، كما أشرت في إجابتي على سؤالك السابق. نعم، نحن ننظر إلى أن موظفي الحكومة ووزارة الصحة على وجه التحديد هم من الموظفين المهنيين الذين
ينبغي أن يقوموا بأعمالهم وبمهامهم أيا كانت الظروف السياسية والأمنية المحيطة بهم لحماية أبناء الشعب من الأدواء المختلفة والكوارث الصحية المتعددة الناجمة عن الحرب الظالمة نعم. التي أصابت شعبنا نعم. ونقول بأن السيطرة لسلطة الأمر الواقع لا تعني أن الحكومة فقدت إمكانية التواصل وتفعيل مكاتبها وموظفيها في مختلف أنحاء الجمهورية. نعم. طيب دكتور تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث من صنعاء، نتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك وبالدكتور وبالمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بخصوص يعني متابعتكم لهذه الأوبئة والأمراض التي بدأت تنتشر الآن في اليمن بسبب الحرب وبسبب الإهمال الكبير في الجانب الصحي، إذا تحدثنا عن أسباب وعودة هذه الأوبئة من قراءة ربما المنظمة مهتمة فيها، ما هي الأسباب وراء عودة هذه الأمراض؟ دعنا أقول أن أول سبب وهو التدهور المنظومة الصحية في البلاد. القطاع الصحي يشهد تحديات جمة، أولها وأبرزها أن وزارة الصحة ومكاتب الصحة في المحافظات المختلفة لم تستطع حتى اللحظة دفع أجور العاملين، ولم تستطع توفير النفقات التشغيلية لهذه المرافق الصحية أولا. نعم. ثانيا هناك شح بالموارد والعلاجات، وهناك ضغط كبير على المستشفيات بسبب حالة الحرب وأيضا ضحايا هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر. اليمن قبل هذه الحرب كانت في وضع صحي غير سوي، هناك ما يزيد عن 15 مليون مواطن بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ونحن في منظمة اليونيسف حرصنا مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة سواء في صنعاء أو مكاتب الصحة في المحافظات المختلفة والمديريات في ربوع اليمن أن نعمل على إبقاء هذا القطاع وهذا النظام الوطني يعمل ويعمل بشكل مستمر. نعم. التحديات الأولى والأسباب الرئيسية لتفشي مرض الكوليرا هي المياه المكشوفة الملوثة ببكتيريا الكوليرا، وأيضا مياه المجاري الطافحة التي ربما تسبب أيضا بعض النقل هذه البكتيريا، شرب المياه الغير صالحة للشرب وغير محسنة سواء التي تنتقل عبر الوايتات أو تحصل عليها من الخزانات العامة. نعم. وأيضا لا تنسى أن الجسم بنية الجسم والطفل اليمني باتت ضعيفة ومهددة نظرا للمخاطر الكثيرة التي تحدث الأطفال. نعم. نتحدث عن ملايين الأطفال عرضة للإسهالات، أكثر من مليون ونصف طفل يعانون من سوء التغذية وتحديات جمة. نعم. تجعل من أستاذ محمد هل أي مرض ينتشر. نعم. إلى جانب عملكم في دعم هذه المراكز الصحية التي تحدثت، هل لكم هناك برامج توعوية ربما للتخفيف من الإصابة بهذه الأمراض، تجنبها كما تحدث من يعني بسبب يعني المجاري، طفح المجاري أو سبب تلوث المياه أو ما شابه ذلك؟ بالتأكيد أمس مباشرة نحن نعمل في خلية عمل بلا توقف، هذه خلية الطوارئ تشتغل مع مكاتب الصحة وجهات الصحة المسؤولة في البلاد في مختلف المحافظات بحيث يتم ترصد الوباء لانتشار واحتواء هذا المرض. أمس أطلقنا أول عمل إعلامي عن طريق منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق شبكات الواتساب لأكثر من 10,000 متطوع ومتطوعة اجتماعية يقومون بتوزيع هذا بين الأسر والأهالي. نتمنى وكما قال الدكتور في ولحق فقط جزء من حديثه أن نعمل على قياس وتقييم دقيق لهذا الوباء ومدى انتشاره والأماكن التي يتواجد فيها واحتوائه بنفس الوقت بأسرع وقت ممكن. نعم. لدينا في منظمة اليونيسف إلى جانب التوعية شغل مكثف مع مركز التثقيف الصحي بحيث يتم بث رسائل توعوية عن طريق الإذاعة والتلفزيون وأيضا. نعم. أن رسائل مكتوبة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أستاذ محمد تكرم بالبقاء معي، يعود لي الدكتور عبد الله الدحان نائب وزير الصحة. دكتور عبد الله، الآن هل لديكم الآن ربما خطوات فعلية بدأتم الشروع بها بالتنسيق مع منظمات الصحة العالمية، مع اليونيسف، مع أي منظمات مهتمة بهذا الجانب لتفادي هذه الكارثة التي حلت باليمن؟ نعم، هناك تواصل بدأنا وتم التواصل مع الأخوة في منظمة الصحة العالمية وعلى رأسها الممثل المقيم في بلادنا الدكتور أحمد شادو الذي ربما
سمعتك تشير إلى أنه سيكون على الهواء من القاهرة. نعم. وقام الأخ وكيل الوزارة بالتواصل معه لمناقشة الإجراءات العملية الكفيلة بمحاصرة هذا الداء ومحاولة احتوائه بأسرع وقت ممكن عبر إجراءات وقائية وعلاجية في آن واحد، بعد أن تستكمل عملية حفر ومعرفة العوامل المسببة للداء وأماكن انتشاره، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة. نعم، ربما دكتور الأسباب باتت واضحة كما تحدث الأخ محمد السعدي، وأيضا أنتم كمان لكم اطلاع بسبب طفح المجاري، المياه الملوثة، تدهور الهرم الصحي بشكل عام. هناك ربما مراكز صحية أغلقت ولم تعد تعمل بالشكل المطلوب، أو ما تبقى من هذه المراكز تعمل بإمكانات بسيطة لا تلبي الاحتياجات ولا توفر الأشياء أو العقاقير الطبية التي تحد من هذه الأمراض. هل هناك مثلا خطة لإعادة تأهيل هذه المراكز لترميمها، لمدها بالأمصال والأدوية التي توقف هذا الوباء الذي بدأ ينتشر؟ بالتأكيد، بالتأكيد أخي العزيز، أن الحرب المفروضة على شعبنا أدت إلى التأثير على القطاع الصحي كما أثرت على كل القطاعات الحيوية في بلادنا تأثيرا سلبيا وإلى درجة كبيرة. لكننا نقول بأننا وبحسب الإمكانات المتوفرة لدينا لن نألو جهدا في العمل على احتواء هذا الداء والعمل على ترميم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يكفل القيام بواجباتها ومهامها في تقديم الخدمات الصحية الواجب تقديمها لأبناء شعبنا. وأقول بأن هناك خطة عملية ندرسها الآن، ومنها ما تم تنفيذه ومنها ما سيتم تنفيذه في الفترة القريبة القادمة مع الأشقاء والأصدقاء سواء في المنظمات الإقليمية أو الدولية العاملة في إطار الإغاثة الإنسانية أو العاملة في إطار تقديم الخدمات الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي. دكتور عبد الله، يعني إذا ربطنا هذا الموضوع الآن وباء الكوليرا مثلا ببقية الأمراض مثل ما يحدث الآن في الحديدة، في التحيتة، سوء التغذية، عشرات الأطفال يموتون كل عام بسبب عدم توفر الوضع الصحي ونقص الغذاء في هذه الأماكن. ربما قضية التحيتة وغيرها في محافظة الحديدة قد تحدث عنها الجميع وسلط الضوء عليها الجميع، لكن لم نلمس إجراءات فعلية في محافظة الحديدة إلا ما ندر من بعض المنظمات الخيرية التي تقدم ولو أشياء اليسير لهؤلاء. كما تعلم أخي العزيز أن الأوضاع الأمنية أحيانا تلقي بظلالها على فاعلية الحركة والإنجاز سواء في مجال الصحة أو غيرها. ومنطقة التحيتة هي في منطقة تهامة من محافظة الحديدة، وهي من المحافظات الأكثر تضررا من سوء التغذية في الظروف الطبيعية، فما بالك في هذه الظروف المؤسفة التي تمر بها بلادنا مؤخرا. نعم. لكن ما نؤكد عليه بأننا تواصلنا مع المنظمات المعنية ومنها اليونيسف ومنها برنامج الغذاء العالمي ومنها منظمة الصحة العالمية لاحتواء ظاهرة سوء التغذية المنتشرة في التحيتة وربما في كثير من المناطق اليمنية التي لم يعلن عنها حتى. نعم. نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله الدحان نائب وزير الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى صنعاء مع المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي. أستاذ محمد، الآن الإجراءات الآن التي ربما بدأتم بها فعليا هي كما تحدث ربما في صنعاء، بقية المناطق الأخرى وعلى وجه التحديد الآن مثلا تعز، لأن المرض بدأ يظهر في صنعاء وفي تعز، هل هناك أيضا جهود تبذل في محافظة تعز للحد من هذا المرض؟ بالتأكيد أخي العزيز، نحن نتكلم عن نظام وطني، لا نتكلم عن نظام مدينة واحدة. نعم. نعمل في تعز ونعمل في حضرموت ونعمل في الحديدة وفي حجة وفي شبوة وفي المهرة، نحاول بقدر الاستطاعة أن نحتوي تفشي هذا الوباء. بالتأكيد هناك خلية طوارئ تعمل وترصد وبائي، يعمل في ينقل لنا التقارير ساعة بساعة من أنحاء جمهورية. نعم. الحالات التي رصدت حتى الآن هي حالات معدودة ربما بعدد أصابع اليدين، لكن نتمنى ألا يتفاقم الوضع. هناك خشية كبيرة من أن يصاب أطفال أو كبار بهذه
بهذا الوباء ولا يتمكنوا من الوصول الى المرافق الصحيه لكي يتم معالجتهم اولا، وثانيا يتم التحقق من اماكن قدومهم ومحاصره هذا الوباء في مكان تفشيه. هناك تحديات كبيره جدا، ربما الناس لا يجدون اجور المواصلات لينقلوا مرضاهم، وقد لا يجدوا مقابل العلاج، قد لا يجدوا ايضا مقابل الغذاء، قد لا يجدوا الشيء اليسير الذي يمكنهم من الاستمرار في الحياه ناهيك عن الاستقطاب. نعم، اليونيسف قامت حتى الان في خليه الطوارئ، وقدمنا في منظمه اليونيسف وضعنا بعض المخزون العلاجي لمعالجه 100 حاله شديده الاصابه و400 حاله متوسطه الاصابه، هذا جاهز تحت تصرف المرافق الصحيه، ولدينا اكثر من 20,000 حقيبه نظافه صحيه لتخدم 20,000 اسره جاهزه للتوزيع في اي مكان ممكن ينتشر فيه هذا الوباء، بحيث نضمن نظافة هل هناك والمحيط. استاذ محمد، هل هناك مثلا اجراءات يعني تسبق حدوث هذا الوباء، بمعنى اخر اجراءات وقائيه اقصد في سؤالي، تستخدمونها في المناطق التي تتوقعون ان ينتشر المرض فيها؟ اذا ما حدثت حالات او اشتباه بحالات يبدا مساله التوعيه والاستكشاف المبكر لهذا المرض، هناك متخصصين وجهاز متكامل في وزارة الصحة ومكاتبها المختلفة يعمل بشكل مستمر، وهو جهاز الترصد الوبائي، وينقل أولا بأول، وهناك تقارير شهرية تصدر عن هذا الجهاز ومجموعة العمل في قطاع الصحة بما فيها مجموعة العمل للمنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية كأطباء بلا حدود والصليب الأحمر، كل هذه المنظمات تعمل جاهدة لدعم وإبقاء النظام الصحي في البلاد قائم ومستمر رغم التحديات الكبيرة التي آخرها وربما ليس آخرها تأخر رواتب وأجور العاملين الصحيين. نعم، طيب أستاذ محمد، الآن ربما الآن المشاهد الكريم ومن يسمع بانتشار مرض الكوليرا، هل فعلا هو يعني يهدد بخطر كبير أم أن إمكانية التغلب عليه ممكنة وفي وقت قياسي ربما القضاء على هذا المرض إن انتشر؟ يقول الأطباء والمختصين أن 80% من حالات الإصابة بالكوليرا يمكن شفائها بشكل طبيعي. الحالات الشديدة الإصابة والمصابين بالكوليرا يتوقع أن يموت منهم خلال ساعات فقط 15%، بمعنى أن لو لدينا 1000 مصاب يتوقع أن يموت 150 شخص خلال ساعات إذا لم يتم معالجتهم بشكل عاجل وسريع. والإجراءات الوقائية الأولى التي يمكن أن يستفيد منها المشاهد والمستمع الكريم أن يقوموا بممارسة النظافة بشكل أكثر من أي وقت مضى، نظافة اليدين، نظافة الجسم، نظافة المنزل، نظافة الأطعمة، طهي الطعام جيدا بشكل جيد، محاولة الحفاظ على أماكن الطهي وأواني الطهي بشكل نظيف دائم، حفظ القمامة بشكل محكم، عدم رميها في الشوارع، عدم رميها بمجاري السيول ومجاري المياه الصرف الصحي، وايضا الاعتناء بشكل شديد على نوعيه المياه التي يتناولونها في المنزل، بحيث انه اذا لم تكن مياه نقيه او لديهم شك ان هذه المياه غير صالحه للشرب يتم تنقيتها بماده الكلور وهي ماده متوفره بالاسواق. ايضا اليونيسف تقدم كميات كبيره من هذه الماده خصوصا في المناطق المتضرره واماكن النزوح. استاذ محمد، ربما هذه الاجراءات التي تحدثت عنها كحميه ووقايه من هذا المرض، بتم أنتم كمنظمات يعني تعمل بهذا الجانب على وجه التحديد اليونيسف، تقومون بالدور الذي من الواجب أن تقوم به سلطة الأمر الواقع مثلا في صنعاء، هل يعني سلطة الأمر الواقع أو سلطة الميليشيا في صنعاء لا زالت تعمل أي دور أو تبذل أي جهد لتقديم للناس توعيتهم من خطر هذا المرض؟ الأخ المتحدث السابق وكيل وزارة الصحة تحدث أن النظام الصحي في اليمن نظام بكل اليمنيين ونظام يعني بكل الناس. نحن لا نتحدث عن المسميات السياسية والاصطلاحات التي يتبادلها أطراف الصراع في اليمن. كل المنظومات الصحية في اليمن ما زالت حتى اللحظة متماسكة، نحرص بشدة في منظمة اليونيسف ومجموعة العاملين في قطاع الصحة ومجموعة الصحة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية وأيضا الأجهزة الحكومية القائمة كوزارة الصحة ومكاتبها بالمحافظات والمديريات، أن يبقى هذا النظام مستقل ومتماسك ونظام وطني
بحيث كل اليمنيين يستفيدوا من هذا النظام. في حال تمزيق هذا النظام وتقسيمه جغرافيا او سياسيا او بحسب خارطة الصراع ستكون المخاطر بلا قياس ولا يمكن استيعاب الوضع. نحن في هذه المناسبة ندعو كافة اطراف الصراع ان تكون هدايا وعلاج هؤلاء المرضى والمصابين ايقاف هذه الحرب وانهائها والتوصل الى حل سلمي لهذه الأزمة. نعم. ثم ندعو المانحين ان يكثفوا دعمهم للنظام الصحي في اليمن وتكثيف الدعم بشكل مركز لإعادة تشغيل المرافق الصحية التي تعطلت جراء الحرب سواء بالقصف أو بالاستخدام من قبل الجماعات المسلحة أو بنزوح العاملين الصحيين أو بعدم توفر الدواء أو بعدم توفر الطاقة التشغيلية أو المصاريف والنفقات التشغيلية. نعم. فيها. نعم. هناك مخاطر كبيرة تحدق باليمن ولن يجد الصراخ حين تقع الكارثة. بالتأكيد. أستاذ أحمد أختم معك بسؤال أخير، الحالة الآن التي اكتشفتموها هل هي الآن تحت الرقابة والمتابعة أم ما هو حالها؟ بالتأكيد لا شك، يعني هذا سؤال، هذه واقع بديهي، أي حالة تم تشخيصها وهناك كما قلت لك استعدادات لمئات الحالات لدينا في اليونيسف لما يغطي 400 حالة، منظمة الصحة العالمية لديها لما يغطي مئات أخرى، برنامج النظام، برنامج الصليب الأحمر، الهيئة الدولية للصليب الأحمر لديها أيضا مخزون يغطي، ومنظمة الطب بلا حدود أيضا لديها مخزون يغطي. سنحاول أن نحاصر هذا المرض ونحاصر هذا الوباء قبل أن ينتشر بقدر الاستطاعة، لن يهزمنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم اليونيسف في اليمن الأستاذ محمد الأسعدي، كنت معنا من صنعاء. الشكر أيضا لنائب وزير الصحة الدكتور عبد الله الدحان، وأيضا كان من المفترض أن ينضم إلينا مندوب الصحة العالمية في اليمن الدكتور شادول، لكن للأسف لم نتمكن من الاتصال به. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.